مع فقرات حفلنا الذي يترنم بأصالة هذا الشعب الأبي المتمسك بتراثه الخالد ومستقبله المشرق الزاهر. يحفظه الله ويرعاه كل التقدير والولاء. حفلنا الليلة يكفي عن الحب الوطني والقائد الهشام. مساؤنا مساء تتردد فيه أصوات أبناء عمان الأجواد الأوفياء. أبناء صحن هبوا في هذا المساء جمعا وفرادا يتغنون من أجل هذا الوطن والقائد الذي نشر. خطوك سيدي أقوى بمباديها كل ما زادت خطى الزمان الصعب دوس خطوك سيدي أقوى بمباديها. كرم أرض للطيب والطيبات أقوى دليل ومثالي حنا رجال عارفين العدو حتى العدو من فعلنا أصابه الشيب ورمى بحاله من علو عالي. قابوس يملك بالسياسة أساليب ويكسر خشومه بدون حرب وقتالي. تلبس احلى القلال سلطان محنك من حكمته الارض بين يديه يطويها. يا سيدي كل ما مالت من الدنيا ثقلك يا سيوف العدل ترديها وظلمة الجهل ما عادت تؤرقنا منحتها خنجرا ما النجم نقطف والنار والضبع نمهله والأسد نشويها.
المناسبة الجميلة اليوم سطر أبناء أهالي ولاية صحم هذه اللوحة الرائعة والجميلة بهذه المناسبة الغالية في عيد الوطن. هذا التظاهرة الجميلة التي أبرزها أبناء وبنات هذه الولاية الطيبة العريقة هي دليل حب ودليل إخلاص وعطاء لقائد مسيرة هذه الدعوة المباركة. احتفالاتنا بالعيد الوطني سرني أنا أرفع أسميات التهاني والتبركات للمقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على جلالته أعواما عديدة. حقيقة بالنسبة لصحم نحن قررنا إقامة حفلين، حفل واحد كان أقيم في ساحة الطيبات واليوم نحتفل بالحفل الثاني، والفضل يعود لأبناء ولاية صحم الذين وقفوا إلى جانبنا وساندونا ماديا ومعنويا فلهم منا كل الشكر والتقدير. في هذا المقام يسرني أن أتقدم إلى جميع المشايخ بلا استثناء والطلبة والطالبات وإخوان المعلمين والمعلمات وفرق الفنون الشعبية وكل من ساهم وقف معنا في هذا المجال يعني فلهم منا كل الشكر والتقدير. نسأل الله أن نلتقي في مناسبات أخرى قادمة إن شاء الله. جزاك الله. تتزين اليوم صحن بحلل قشيبة لإقامتها هذا العرس الوطني، وبهذه المناسبة نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وكل عام وأنتم بخير. لا شك شعور عظيم، يعني هذه ليلة أو ملحمة في حب عمان، في حب سلطان عمان، في حب قائد عمان، في حب قائد عمان الخير، الرجل الذي تفانى وأعطى 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 بلا حدود لهذا الوطن يعني. ولا شك أنه ما يقدم في هذه الليلة وما قدم في الليالي الماضية قليل في حق هذا الرجل العظيم، بكل افتخار يعني الحقيقة نرى أنه أقل مما يستحق هذا الرجل العظيم جدا يعني. يا السلطان حفظ الله وابقى وأطال الله في عمره وليبقى نبراسا ومجدا للعطاء في هذا الوطن الغالي العزيز. يأتي هذا الحفل ترجمة صادقة من أبناء ولاية صحم عامة، وذلك في سلسلة من الاحتفالات والابتهاج الأهالي أبناء الولاية بهذه المناسبة العزيزة والغالية على أبناء هذه الولاية. فمن القلب ألف مبروك لعمان، ألف مبروك لبني هذا الوطن العزيز، وكل عام والجميع بألف خير. يأتي هذا الاحتفال ابتهاجا لأبناء ولاية صحم تقديرا لاحتفالات البلاد بالعيد الوطني 46 المجيد. أتى بتعاون كبير من جميع أبناء الولاية سواء من طلبة المدارس أو المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة. الفرحة طبعا كبيرة، الحمد لله رب العالمين، إن الله قدرنا أن احنا نقدم دائما لعمان الأفضل، ودائما عمان تستاهل منا الكثير. أهني بابا قابوس بهذه المناسبة، وكل عام وعمان بألف خير.